بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم النهارده فرحه كبيره، اخو محمد صلاح اللاعب العالمي بيتجوز، فقلت مناسبه حلوه نيجي مع بعض كده ونحضر بقى فرحه ومقتطفات من فرحه كده. شايفين عروسه قمر ما شاء الله، دي الشبكه، جبت لكم صوره من الشبكه برضو، ودي العروسه وهي داخله كده وبيسلموا على بعض، ما شاء الله عليها عروسة قمر، وما شاء الله عليه برضو كعريس، ما شاء الله ربنا يحميه يا رب ويتمم لهم بألف مليون خير. جايبالكو كده، شوفوا العروسة قمر ازاي، والفستان جميل وفرحتهم ببعض ما تتوصفش، نفس الضحكة ما شاء الله لايقين على بعض. ودي مكة طبعا لازم تدخل في الصورة، ودول اصحاب العروسة طلبوا من محمد صلاح صورة، بس شوفوا كسوفه، يعني اخلاق اخلاق ما بعدها اخلاق فعلا، واقف مستحي كده في الصورة. ربنا يا رب كده يكرمه في مكة، وكل اللي بيعمله ده يقعد له في ولاده يا رب بإذن الله. جايبالكو احلى مقتطفات من الفرح عشان نعيشها مع بعض، اللي ما شافش الحاجات دي او ما حضرهوش يشوفها عندي لاول مرة. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعلوا الجرس. صورت اعمل ايه؟ اما تنحى
فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.